بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحمد الله جل وعلا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأله سبحانه جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين، اللهم آمين. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أمر الله جل وعلا خلقه بالتعاون على ما فيه نفع وصلاح وفوز برضاه وبالجنة، فصلاح الدنيا بصلاح الدين وصلاح الآخرة بصلاح الدين، وهذا ما جلاه الله جل وعلا يقظة ومناما، والحمد لله رب العالمين. فنحمد الله سبحانه جل في علا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسمع الجن والشياطين في البدن، بل ونسمع بفضل الله تعالى من أسلم لله اتباعا في البدن أن الاستجابة جزاؤها الحسنى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. في آخر الجلسة وقفنا مع أمر مهم جدا بإذن الله عز وجل، في آخر الجلسة وقفنا مع أمر عظيم وأمر مهم جدا، وهو تلك العقدة التي كان يمسك عليها الجان في البدن في الشق الشمال طوال الجلسة ويقول: لا أستطيع أن أتخلى عن هذه العقدة لأن هي مكمن السر في الجسد والبقاء في الجسد. وكنا نذكره بالله ونعظه ونرقي وهو يمسك على عقدة في الشق الشمال بقبضة وبقوة، ولم يرد أبدا أن يتنحى عنها أو يساعد في فكها، بل واعترف أن هي مكمن السر في الجسد وهي محل القوة في الأسحار في هذا الجسد. وأبشر بفضل الله عز وجل أن هذه العقدة كانت عقدة كبيرة جدا، وهذه العقدة كانت تحمل سرا عظيما سرا قويا. هذه العقدة كان بداخلها كلبة، كانت بداخلها ماذا؟ كلبة، شيطان كلبة، كانت بداخلها شيطان أيضا مجنونة للجنون. صعيرات هذه المرأة سحر قديم في تونس، وهذا السحر كان بلباس المجنونة، بلباس امرأة مجنونة، بآثار امرأة مجنونة، فأسكن بداخلها جنية مجنونة معقودة في الفخذ بسحر عظيم بآثار لباس المجنونة. وكذلك كلبة هناك في البدن كانت في نفس الموضع شيطانة، ولهذا كانت قوة في ذاك الموضع، كان ذاك الجني وذاك الشيطان لا يريد أن تنفك هذه العقدة لأن هي محمل القوة ومكان القوة والطاقة السلبية في الجسد. فجل الله جل وعلا خدام تلك العقدة بفضل الله سبحانه جل في علا، وجل الله سبحانه وتعالى من سكن تلك العقدة بفضل الله جل وعلا، وبعدها بإذن الله تبارك وتعالى أصبحت تسمع كلاماً حقيقياً واضحاً يهمس لها ويدلها بفضل الله جل وعلا على خير وعلى بر، ثم يدلها كذلك على مكمن الشر والعطب. فقال بفضل الله جل وعلا أن الأسحار ستفك بإذن الله، وستصبحون سعداء بفضل الله عز وجل إن شاء الله تعالى. وكان يذكرها بقول الله: حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان يذكر أيضا أن خداما وحراسا وأعوانا يسكن البيت، يسكن في البيت هناك. وقال أن هناك أصحاب، أن هناك جان وشياطين
على الإثم وعلى العدوان لا على البر والتقوى. ورأت بفضل الله جل وعلا بل وسمعت أيضا أن هناك من يقول أنت المنافقة أقسمت في البدن على الآلام على الآلام، ويدل على أن تمة شياطين وجن. بفضل الله عز وجل نحن الآن مع أصحاب العقدة، تلك العقدة التي جلاها الله جل وعلا بعدما اهتدى من اهتدى بفضل الله تعالى، وأسلم من أسلم الله عز وجل. فكان آخر معقل هو تلك العقدة التي يقبض عليها ذاك الجن، فتعجبنا من تلك المسكة وتلك القبضة التي يقبضها على اللحم وعلى اللباس في ذاك الموضع، ولا تغادر يد ذاك المكان. فقال أنها عقدة عظيمة، لكن ما أخبر من بداخلها. قال أنها عقدة سحرية، فعملنا رقية من أجل ذاك الموضع من أجل أن تفك وتحل، لكن أبى إلا أن تبقى قوية. فكها الله جل وعلا وحلها بفضل المولى جل وعلا، فكت وحلت، لكن تبين أن تمة أمور خطيرة بداخلها، كلبة ثم شيطانة بسحر لباس المجنونة في تونس، حتى تكون هذه الأمة كالمجنونة، لكي تكون هذه الأمة كالمهبولة كما يقولون وكالمجنونة. فحوارنا اليوم بإذن الله تعالى، وجلسنا اليوم بإذن الله تعالى مع خدام سحر الجنون بلباس المجنونة في تونس. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأضيفكم من الشعر بيتا، أن هذه المجنونة وهذه الشيطانة ما كانوش غير على الأم، بل حتى على الزوج وعلى الأبناء، كانوا على الزوج كذلك وعلى الأبناء عليهم جميعا. فبسم الله نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. كانت عقدة واحدة تعقد الجن، فلما أسلم الجن وخرج الجن فضل تعالى أصبح الكبير شبث بها. فلما فتحت العقدة صعد من بداخلها شيطانة ثم مجنون كلبة. فالآن من معي؟ هيا من معي؟ من معي؟ من معي؟ أنت المجنونة. أسكنوا جنية شيطانة مجنونة داخل رأس هذه الأمة المسكينة، وأسكنوها بسحر عظيم. اسمع، بأي سحر صنيع؟ بماذا صنعوا هذا السحر؟ بس صوبوا هذا السحر. بماذا صنع هذا السحر؟ بماذا صنع؟ بلباس المجنونة، بلباس المجنونة. ولماذا صنعوا بلباس المجنونة؟ كي تجن. وكم سنة وأنت مع هذه المرأة؟ تقريبا كم سنة وأنت معها باللباس الداخلية للمجنونة؟ كم سنة وأنت معها؟ كم سنة وأنت مع هذه المرأة؟ كم سنة وأنت معها؟ منذ الصبا والصغر كثيرا، منذ الزواج. بعد الزواج. إذا هذا السحر خاص بالزواج بها وبالزوج والأبناء والذرية. ولماذا صنع في تونس؟ لماذا في تونس؟ لماذا في تونس؟ أنت السحر صنع في تونس. طيب الأصحاب صنع في أماكن شتى. هذا السحر صنع في تونس. نعم. طيب اسمعين، هذه المجنونة التي سرقوا ملابسها الداخلية، مجنونة في من أي بلد؟ من أي دولة؟ هل كانت مجنونة في الجزائر؟ مجنونة في تونس؟ مجنونة في أي بلد؟ تكلمي. ها؟ هذه المجنونة التي سرقوا ملابسها ليسحروا بها سحرا عظيما للجنون، من أي بلد؟ من أي بلد؟ كيف جاءوا إلى هذه المجنونة؟ كيف توصلوا إليها؟ كيف أخذوا ملابسها؟ تكلمي. آية تكلمي. طيب المهم، أخذوا المجنونة سرقوا ملابسها الداخلية، وماذا صنعوا بهذه الملابس؟ عقدوها، دنسوها، نجسوها، دفنوها، أحرقوها، ماذا صنعوا؟ كل شيء أحرقت حرقا، أحرقت ودفنت ليكون الجنون حقيقي واقعي خطير جدا. علقت أحرقت دفنت
لباس المجنونة كي تكون هذه المرأة لا ترجع لزوجها. يقول تريد أن تزوجها، أمر إنها مجنونة، طلقها إنها مجنونة، أتركها إنها مجنونة، صح أم لا؟ لكن الله سلم. وسؤالي، أنت مجنونة؟ ولماذا هذا سحر الجنون في تونس؟ ولماذا عقدت في الفخذ؟ لماذا عقدوك في الفخذ؟ لتشل. سحر الجنون مع الشل، فعقدوه على الفخذ لتشل، للشلل، لتقطع الحركة والبركة، وكذلك لتقطع العقل والعلم والفهم. كل شيء قلت لك فعل كل شيء. شيطان بسحر ملابس الإنسية المجنونة، ملابس داخلية أحرقت، عقدت، علقت، دفنت من أجل سنين أكثر من 30 سنة، ولكي تكون هذه المرأة دائما في الحيرة، في الشك، في الوسواس، في الآلام، صح أم لا؟ طيب، وسكنتي أيضا، ماذا صنعت لهذه المرأة؟ ماذا صنعت داخل هذا الجسد؟ ماذا صنعت في هذا البيت؟ أخبريني. فعلت كل شيء، أنت فعلت كل شيء، حزن وتفريق والفكرة في البيت ومع الزوج، وتنفر من زوجها، جعلتها تنفر من زوجها، وهذا الواقع. ليست هي بل نحن تنفر من زوجها. الفتنة في البيت، الأمراض، الأحزان، الضيق والاكتئاب، صح أم لا؟ وماذا صنعت أيضا بهذه الأمة، بهذه السيدة؟ الشتات التام، وكانت مختبئة في عقدة داخل فخذ، مختبئة في عقدة داخل فخذ. خبؤوني 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 خبؤوكي. طيب، خبؤوكي في عقدة، وظلمتي هذا البيت، وظلمتي هذا البيت، وظلمتي هذا البيت. طيب، اسمعي وعي، الله جل وعلا فكها وحلها، الله سبحانه جل في علاه فكها وحلها، الله سبحانه جل في علاه فكها وحلها، سبحانه ما أجل وما أعظم، الله سبحانه وتعالى فكها وحلها، وهو الله الذي أبطل كل سحر. قال الله تعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فعلا جاءوا بأسحار عظيمة، لكن الله جل وعلا جعل اللطف وسلم. أسلمي لله عز وجل، أسلمي لله سبحانه وتعالى. أنا أسلمت البارحة. جميل، وهذا ما أريد تأكيده اليوم بإذن الله جل وعلا. أشهد أن لا إله إلا الله، إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وعاهد الله أن لا أظلمها، أن لا أسحرها، وعاهد الله أن أصلح ما أفسد في جسدها، في زوجها، في أبنائها، طاعة لله. قلت أنك أسكنك أنت مجنونة أيضا، إنما عقدوا على عقلك كي تكوني لا تعقلي أبدا، والحمد لله أنت ليس عندك جنون. بالإسلام يرد الله عليك السلوك والاتزان وحسن التسيير وحسن التدبير بفضل الله جل وعلا، والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. فعاهد الله جل وعلا أن تجتهدي في بر وخير، وأن لا تؤذيها أبدا. عاهد الله جل وعلا تصلح ما أفسدت في جسدها، طاعة لله جل وعلا، وسمي نفسك اسم يحبه الله سبحانه وتعالى، اختاري اسما يحبه الله تحبينه، اختاري اسما
أنت المجنونة أم الكلبة؟ أنا مجنونة، أنا مجنونة. أنت المجنونة، لست مجنونة بإذن الله. اختاري اسما إن شاء الله تعالى. مريم، مريم. طيب مريم، نسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياك وأن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. إن الدين عند الله الإسلام، 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 والحمد لله رب العالمين. الآن بإذن الله جل وعلا تصعد الشيطانة التي كانت معك، هاي تصعد بإذن الله جل وعلا، تلك الشيطانة التي كانت قوية على العقدة، هيا بإذن الله جل وعلا، عقدة واحدة فيها كلبة وفيها شيطانة، شيطانة كلبة وفيها المجنونة. انظر عقدة واحدة في الفخذ كان يحتم بها الكبير، لهذا كان يتمسك بأثناء الجلسة الأخيرة، وكان يقول لنا لا لا أفرط في هذه العقدة، لا تفك أبدا، قوية أبدا، وهكذا. طيب خير إن شاء الله. كم سنة وأنت فيها؟ كم سنة وأنت معها؟ شحال عملت فيها؟ من بعد الزواج؟ بنفس السحر؟ بماذا صنع هذا السحر؟ بماذا صنع هذا السحر؟ بس صوب السحر. طيب جيد جميل. طيب السحر الذي بيجيتي أنت ودخلتي بأي بس صوبه؟ بماذا صنعه؟ هذا السحر بس صوبه؟ هيا بسرعة، هذا السحر بماذا صنع بإذن الله جل وعلا؟ حاولي أن تتذكري إن شاء الله تعالى، حاولي بإذن الله جل وعلا أن تتذكري بماذا صنع هذا السحر؟ أي بإذن الله جل وعلا، بماذا صنع هذا السحر؟ حاولي بإذن الله جل وعلا أن تتذكري بماذا صنع السحر الذي به جئت ودخلت هذه المرأة أكثر من 30 سنة فيها بعد زواجها، صح أم لا؟ بماذا صنع؟ هيا أنا أسمع. للأسف لا أتذكر. أسمع جيدا، أنت قلت قبل قليل سمع بأم كثيرة صح؟ أصحاب كثيرة. أنا أقول لك أهلي أهلي ذلك لا تذكر، يعني لا أتذكر أي سحر دخلت. طيب حاولي أن تتذكري بإذن الله جل وعلا. طيب لماذا سكنت الفخذ؟ على سكنت الفخذ ديالها؟ أجيبي، لماذا سكنت فخذها؟ لأقعدها للشلل. طيب لأقعدها، أي تصبح مقعدة، لا تستطيع الحركة، لا تقوى على السير والمشي. طيب ماذا صنعت في هذا الجسد؟ الأمور التي عملتيها، شنو عملتي لها في الجسد؟ احنا كنسمعوا، ماذا صنعت لهذه المرأة في جسدها؟ كل شيء، كل شيء. طيب اعطيني، اتكلم. كل شيء قالوه لي، انا مجرد خادمة مأمورة، نفذت ما طلب مني. ماذا قالوا لك؟ ماذا قالوا لك؟ أن تحزني الحزن في كل وقت. شوف هذا حق رغيم، لا فرح، النعم. أحزني، قالوا أحزني في كل وقت، لا فرح في أي وقت. وماذا أيضا؟ وفرقيها، لا تفرح، تحزن، تفرق عن كل إنسان يحبها، تفرق عن كل إنسان يحبها، سبحان الله العظيم، تفرق عن كل إنسان يحبها، ولا تفرح أبدا، والحزن دائم حتى الموت، حتى الموت. حتى الموت قالوا لها، حتى الموت، أي تقال المرأة دائما في الحزن، في المشاكل، في التفريق، حتى الموت. حتى موتهم جميعا، وهذا ما كانت والأمر عليهم جميعا، ليس عليها فقط، حتى وإن أسكنوها في بدن الأم، لكن السر مربوط على الجميع، مفهوم؟ إذا لهذا كان، لهذا كنا كنمحو غمتو معاه في الرقية، وهو ماسك على تلك العقدة، لأنه يعرف ما هو السر
ذاخرة تلك العقدة التي انفجرت بفضل الله تعالى واتضح ما بداخلها بتوفيق المولى جل وعلا. ما هي ديانتك أنت؟ شنو الديانة ديالك؟ شنو الديانة ديالك؟ نصرانية، يهودية، شيطانة، ماذا؟ يهودية. 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 أنا يهودية. طيب يهودية، أسلمي لله سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام. يهودية. أسلمي لله سبحانه وتعالى. كبيرة. أما رأيت يهودية كبيرة. يهودية كبيرة. أما رأيت هذه قوية قوية وكبيرة هكذا. أما رأيت هذه المرأة تصلي؟ رأيتها. أما سمعتها تقرأ تسمع القرآن وتقرأ القرآن؟ والحمد لله رب العالمين. فاسمعي بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ورأيتها في الحج والعمرة، وكنت معها طوال هذه السنوات في الحج والعمرة، وكنت معها بإذن في الطواف بالبيت العتيق، وكنت معها بإذن الله في السعي، وكنت معها في الصفا والمروة، وكنت معها بإذن الله جل وعلا وهي في شعائر الله في المشاعر، وهي بإذن الله جل وعلا تؤدي فرائض الله، وهي بإذن الله قائمة وراكعة وساجدة بين يدي الله، ومع ذلك كنت قوية عليها، ومع ذلك كنت قوية عليها، ومع ذلك كنت قوية عليها تحاربينها بما أوتيت من قوة، ومع ذلك كنت قوية عليها تحاربينها بما أوتيت من قوة. أبطل الله جل وعلا أسحارا كثيرة، وهدى ربنا جل وعلا خلقا كانوا في البدن كفارا وفجارا وضلالا وجاءوا إلى هداية الإسلام، ومنهم ومنهم الآن من يذكرها بل ويرقي ويذكر بفضل الله جل وعلا ويعظ جانا في الأبدان، بل ومنهم بإذن الله تعالى من يفحم الشياطين في الأبدان، بل ومنهم بإذن الله جل وعلا من يبشرها بالسعادة والخير والفوز والفلاح بفضل الله تعالى كما حصل على البارحة بإذن الله تعالى. بإذن الله جل وعلا حين جاءها بالليل وقال إن شاء الله تبطل الأسحار وتصبحين وتصبحون سعداء جميعا بإذن الله عز وجل. حينما أصبح من أسلموا لله يدبون ويدافعون ويؤكدون علاجا ودواء بإذن الله، ويفرحون حينما يتجلى عدوا كان خفيا عقدة يختفي معها شياطين، تختفي معها شيطانة ومجنونة، أرشدها الله وهداها وأسلمت. نعم مقبولة. نعم مقبولة. أسلمت لربها جل وعلا، ليست مهبولة. المجنون هو من يبتعد عن دين الله عز وجل. أنت يهودية
اعلمي أن الله سبحانه وتعالى طيب، واعلمي أن الله جل وعلا عفو غفور، واعلمي أن الدين عند الله سبحانه وتعالى الإسلام، فأسلمي لله عز وجل. لقد علمت في نفسك أنك ظالمة لها، صح أم لا؟ لقد تبين لك أنك ظالمة لها. ظلمت هذه المرأة منذ أكثر من 30 سنة وهي في الظلم، وكما قلت أنك عطلت عليها كل شيء وأحزنتها في كل شيء وتسلبينها السعادة في كل شيء وتريدها الشتات في كل شيء، وهذا ظلم لا يرضى به رب عظيم كريم عدل سبحانه وتعالى. فإني أعظك أيها اليهودية، أنت لا تريد أن يظلمك أحد أو يؤذيك أحد، صح لا؟ ها؟ لا لا لا. وكذلك الناس، كذلك الناس، كذلك الناس. المسلمين كنت معقودة في هذا الجسد. المسلمين كنت معقودة في هذا الجسد. كنت معقولة في هذا الجسد. غايتهم أن تكوني معقودة. غايتهم أن تبقى كذلك محبوسة حتى الموت. ولكن جاء الإسلام وجاء وأرسل الله وسخرك المسلمين والمسلمات كي يدافعوا عنك بإذن الله جل وعلا، وكي يفك عقدك بإذن الله. إذا من قدم لك الخير؟ المسلمين والمسلمات. المسلمون بفضل الله جل وعلا، ليس اليهود والنصارى. نحن من نزارع كي نفك عقدك وحصونك وأسعارك حتى تكون إن شاء الله موفقة مباركة تقية نقية، وتكون حرة طليقة تعبدين ربا واحدا أحدا لا تشكين به شيئا ولا يتملك رقبتك أحد أبدا. فاعلمي هذا جيدا. السحر ظلم، والظلم ظلم، والشرك ظلم. إن الشرك ظلم عظيم أيتها اليهودية. إننا ربا واحدا ورب اليهود والنصارى ورب المسلمين، وجاء هذا الرب سبحانه بقرآن عظيم أرسله على قلب نبيه الأمين، فقال لنا: كان موسى نبيا، وكان عيسى نبيا، وأصلكم نبيا أمية، ومحمد عبد الله جمع الله له في كتاب ما كان مجزأ مفرقا في كل الكتب والأديان. فأمر الله جل وعلا باتباعه، ولا يسمع به يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. إن الله لعن الكافرين، الكافرين الذين سمعوا آيات الله تتلى عليهم ثم لم يؤمنوا بها. ذاك الذي سمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. اسمعي أيها اليهودية، من جاء بك إلى الجسد أليس هم الصحراء؟ أليس هم الكفرة؟ أليس هم من ظلموها وحسدوها وقالوا لك افعلي فيها كذا وكذا وكذا، وفعلت صح أم لا؟ واختفيت وعقدت. فمن فك عقدتك ومن حلها ومن يسر ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ونعوذ بالله من شر النفاثات في العقد، ونعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. النعم تترى وتوالى من الله عز وجل. أسلمي لله أحسن الله إليك، إن الله يحب المحسنين. قوليها لله جل وعلا: أمة ما رأيت منها إلا الخير لكني جئتها بالشر، ما رأيت منها إلا النور لكني كنت آتيها بالظلام، صح أم لا؟ فقوليها لله عز وجل. قوليها لله سبحانه وتعالى: أسعدنا الله وإياك. ولهذا قلت في بداية الجلسة بفضل الله تعالى، قال الله جل وعلا، والله تعالى قال سبحانه في كتابه الكريم: وهو الله لا إله إلا هو، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نسأل الله أن يكرمنا بالنظر إلى وجهه في خير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يرزقنا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم ارفع قدرنا وعلي شأننا،
اللهم كن لنا ولا تكن علينا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا دائم الفضل يا قديم الإحسان. الحمد لله الذي بعهده يتم الصالحات، أحمد الله الذي بحمده يتم الصالحات. اللهم إنك تعلم أنهم عقلوها، اللهم فك عقدها عقدا على قلبها وعلى بصرها وعلى رأسها، اللهم فك عقدا على فهمها وذكائها وبصير إحساسها، اللهم فك عقدا على إيمانها. اللهم إن السحر الأشداء سحروا بأسحار المقابر وبأسحار الجنون والمجنون وآثار الجنون والمجنون، وبآثار عقدت وبآثار محرقت وبآثار دفنت. اللهم إنك تعلم سبحانك ما أجلك وما أعظمك. اللهم أطل أصحابهم وأطل آثارهم، اللهم أطل أصحابهم وأطل آثارهم، اللهم أطل أصحابهم وأطل آثارهم، وأطل نيرانهم يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. بين الله جل وعلا حالكم، وجل الله جل وعلا أسراركم، فله الحمد في الأولى والآخرة. ونقول: اللهم زدنا من الفضل والخير، اللهم زدنا ربنا من الجود والفضل والهدى والخير، وزدنا ربنا توفيقا وإحسانا وبرا وخير، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إن هذه أمتك، اللهم إنهم سجنوها وحبسوها عقودا في البدن، عذبت وأذلت وأحزنت وأحرقت ومحقت وأبعدت، اللهم اهدها إلى دينك، اللهم اهدها إلى دينك، اللهم اهدها كما هديت الملوك والخدام، اللهم اهدها كما هديت الجنود والأعوان، اللهم اهدها إلى حب نبيك، اللهم اهدها إلى حب كتابك، اللهم اهدها إلى حب نبيك، اللهم اهدها إلى حب كتابك، اللهم اهدها إلى حب نبيك، اللهم اهدها إلى حب كتابك، اللهم فك العقد التي عليها والأسرار التي عليها والعقد التي عليها برحماتك يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله حمدا كبيرا حمدا كثيرا. بسم الله تحل عقد المجنون بآثار الجنون بآثار المجنون بآثار المجنونة. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في بلد بعيد في بلد قريب. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في قبور بعيدة في مقابر بعيدة في مقابر قريبة. بسم الله يبطل كل سحر محروق باللباس بلباس النجس بلباس المجنون بلباس المقتول. بسم الله يبطل كل سحر عظيم أحرقوه علقوه عقدوه دفنوه. بسم الله يبطل آثار أسحار. بسم الله على العقل تزال آثار أسحار تزال. فاسمعي واسعي فيها بإذن الله فاسمعي واسعي فيها بإذن الله فبها تحرري أنت وتحرري بإذن الله ولك أجرها بإذن الله. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بسم الله تحل عقد عقد الجنون أسحار الجنون عقد الجنون أسحار الجنون. بسم الله تحل 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 عقد الجنون أسحار الجنون. بسم الله يبطل كلس آثاره في العقل باقية آثاره في الدماغ باقية آثاره في البطن باقية آثاره في الفخذ والساق باقية. بسم الله تحل عقد الجنون. بسم الله تحل عقد الجنون آثاره
في العقل باقيا، آثار في المخ باقيا، آثار في الرأس باقيا، آثار في العينين باقيا، آثار في العينين باقيا، آثار في العينين باقيا، آثار في الشفتين باقيا، آثار في اللسان باقيا، آثار في العينين في العينين في العينين في العينين باقيا، آثار في البطن باقيا، آثار في الفخذ باقيا. بسم الله يطلع كل سحر للجنون، آثارهم باقية، عقدهم باقية، آثارهم باقية، آثارهم باقية، على الإنس باقية، على الجن باقية، على الإنس باقية، على الجان باقية. بسم الله يطلع كل سحر للجنون، آثارهم باقية، آثارهم باقية، في العقل باقية، في العينين باقية، في الصدر باقية، في البطن باقية، في الفخذ باقية. بسم الله يطل كل سحر للجنون، آثاره باقية، آثاره باقية، آثاره باقية، عقده باقية، آثاره باقية، عقده باقية، للجنون باقية، للجنون باقية، للنسيان باقية، للبلاغة باقية، للتفريغ باقية، للشتات باقية، للشلل باقية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحل العقد، 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 بسم الله بسم الله تحل العقد، بسم الله 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 بسم الله بسم الله محل 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 العقد، عقد باقية آثارها باقية، عقد باقية آثارها باقية، على العقل باقية، على الدماغ باقية، في العينين باقية، في العينين باقية، في العينين باقية، في اللسان باقية، في الكلام باقية، في القلب باقية، في الصدر باقية، في القلب باقية، في الصدر باقية، في البطن باقية، في الفخذ باقية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحل العقد، عقد الجنون، عقد الجنون، عقد الجنون، مع الموتى، عقد الجنون، عقد الجنون، لباس المجنون، عقد الجنون، عقد الجنون، مع الموتى، عقد الجنون، عقد الجنون، لباس المجنون، آثارها باقية، آثارها باقية، في الكلام باقية، في العقل باقية، في البصر باقية، في البطن باقية، في السير باقية، على الجان باقية، على الزواج باقية، على الأزواج باقية، على الأبناء باقية، على البنات باقية، تغفر تغفر بسم الله، تغفر تغفر بسم الله، تغفر تغفر بسم الله، تغفر بسم الله، عقد 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 قوية، عقد 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 قوية، أسعى 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 قوية، بآثار المجنون قوية، تغفر بسم الله، بآثار المجنون، تغفر بسم الله، بآثار المجنون، تغفر بسم الله يا ثان النجنون، تغفر بسم الله بلباس النجنون، تغفر بسم الله بلباس النجنون، تغفر بسم الله بنجاسات 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 النجنون، تغفر بسم الله بدم النجنون، تغفر بسم الله بدم النجنون، تغفر بسم الله بشعر النجنون، تغفر بسم الله بشعر المجنون، تغفر بسم الله، تغفر بسم الله بآثار الجنون، بآثار الجنون، بآثار الجنون، بآثار المجنون. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله يبطل كل مس عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، عليها وعلى الزوج بآثار المجنونة، عليها وعلى الأبناء بآثار المجنونة، عليها وعلى الزوج والزواج بنساء
سهل جنورة بلباس المجنونة بنجاسات المجنونة. بسم الله يبطل كل سحر عظيم على الجن عظيم على الإنس عظيم. آثاره تبطل بسم الله، عقده تحل بسم الله. اللهم هذه الجن يفك قيدها، اللهم ابطل سحرها وعهدها ووعدها. اللهم انك تعلم من حبسها وسجنها وعذبها. بسم الله تفك عقد على قلبها، على ايمانها، على صدرها، على عقلها، على فمها، على بصرها، على قدمها. بسم الله تحل عقد كانت للشللها، كانت للشلل، للجنون والشلل، للجنون والشلل، للجنون والشلل، للجنون والشلل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يكحل، 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 بسم الله بسم الله بسم الله يكحل. عقد عظيمة قديمة، عقد عظيمة قديمة، عقد قديمة عظيمة، بآثار المجنون والمجنونة، بلباس المجنون والمجنونة، بنجاسات المجنون والمجنونة، بشعر المجنون والمجنونة، ببقايا المجنون والمجنونة. سحر عظيم الجنون للجنون 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 للجنون، جامع قد للجنون، شيطان معقولة للجنون، يهودي معقول للجنون، يهودية معقولة للجنون. بسم الله بسم الله تحل الأبواب، بسم الله تفتح الأبواب، 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 بسم الله تحل الأبواب، بسم الله تفتح الأبواب. خروج 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 خروج، آثار باقية، آثار باقية، آثار باقية، عقد باقية، عقد باقية، أسحار باقية، بالآثار الجنون، بالآثار سحر الجنون، بالآثار الجنون، بالآثار المجنون، بالآثار المجنون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يبطل سحر عظيم، يبطل سحر عظيم، يبطل سحر عظيم، يبطل سحر عظيم، يبطل. وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون. الحمد لله الذي هدى، الحمد لله رب العالمين، حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا على جوده وفضله وكرمه. فاعلمي انك ظالمه لهذه المراه، وانت ياسين كما ظلمت أنت أيضا داخلها سنين العهد الكفري. وماذا يصنع بالإنس والجن عليهم الذل واللعن، قطعت وغلت أيديهم. نسأل الله جل وعلا أن ينتقم لكل ساحر وساحرة، نسأل الله جل وعلا أن ينقلب السحر عليهم فيعذبوا عذابا شديدا. نسأل الله جل وعلا أن يجعل في كل نفس لساحر ومن سحر تقطيعا ووجعا وآلها لا تعد ولا تحصى.
اللهم كن من سحر المسلمين والمسلمات. اللهم ربنا أرسل عليه العاهات والآفات. اللهم خذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرح منه البلاد والعباد. اللهم من سحر الإنس والجن. اللهم من سحر الإنس والجن ومن عذب الإنس والجن. اللهم ربنا إنك أنت القاهر القادر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم من جاءوا بجيوشهم وخيلهم وأسحارهم وحبلهم وبلهم، اللهم ربنا عليك بهم، خذهم جميعا لا تغادر منهم أحدا. اللهم لا تغادر منهم أحدا. ربنا لا تغادر منهم أحدا. اللهم من أرادنا بذلة وهوان وضعف وسقم، اللهم من أرادنا ربنا بسوء وسلب وعطب، اللهم ربنا اجعل بيننا وبينه بعد المشرقين واجعله في الأذلين، لا ترفع له راية ولا تقل له راية، واسلط علي ربنا من جنودك الأقوياء وما يعلم جنود ربك إلا هو. سلط عليه ربنا من يأخذونه إلى الذلة والهوان والأسقام والعل والجوع والظمأ والعطش والجوع. اللهم ربنا ألبسهم لباس الذلة والمهانة. اللهم إنك تعلم ما صنعوا بكفرهم وحقدهم وقلهم. اللهم إنهم لم يرحموا مؤمنا ومؤمنة. اللهم إنهم لم يرحموا مؤمنا ولا مؤمنة. اللهم إنك تعلم أنهم جددوا وكتبوا ونفثوا ورشوا. اللهم إنك تعلم أنهم عقدوا ودفنوا وأحرقوا. اللهم إنك تعلم أنهم سلطوا الجن والشياطين والأبارسة وجاءوا بالمأكول والمشروب والمرشوش والمخطى حقدا وغلا وضغينا. اللهم إنك تعلمهم ربنا. اللهم إنك تعلمهم ربنا، ولا يخفى عنك شيء خالقنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا بخير، اللهم من أرادنا بخير من الإنس أو الجن، اللهم ارفع قدره وأعلي شأنه وجمله وطيب أنفاسه، وارفع ربنا له مكانا عليا في الدنيا والآخرة، واجعله مقبولا صاحب جود وبركه. اللهم انصره على من عاداه وعلى من ظلمه. اللهم يسر له سبل البر والخير والشفاء والثبات والهدايه والايمان. اللهم من ارادنا بخير، اللهم اجعله عزيزا لا ذليلا. اللهم اجعله قويا لا ضعيفا، واجعله ربنا غنيا لا فقيرا. اللهم من ارادنا بخير مكن له ربنا وأسعده في الدارين. اللهم من أرادنا بخير، اللهم يسر له ربنا سبل الخير، وقرب منه ربنا الخير، واجعله على خير برحمات منك وبركات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم حال الجن، اللهم إنهم قيدتهم أيدٍ كافرة وأيدٍ ونفوس فاجرة. اللهم وفق قيدهم وقيودهم، واهد قلوبهم وعقولهم لما تحب وترضى. اللهم انك تعلم حال هذه المعقودة والمربوطة، كيف جاءوا بسحر بلباس مجنونة، وكيف علق وأحرق، وكيف دفن. اللهم انك تعلم حالها، لقد جعلوها تنكث في فخرها عقودا طويلة جاوزت عقود أي 30 سنة، واعترفت أنها جاءت تحمل كل حقد وغل، فكانت ترشها الضيق في كل شيء والأحزان في كل شيء، وتباعد عنها الأنس والسعادة في كل شيء، إضافة إلى الأسقام والعلل في كل شيء، وكانت ترجو جنون وشلل. هكذا أخبر أخبرت وهكذا أمرت، من سحرات من حاسدات قريبات من الزوج، قريبات من الزوج، قريبات الزوج، قريبات الزوج. حسنا، لماذا اختار هذه المرأة؟ ولماذا تزوجها؟ ولماذا من الله عليها؟ ولماذا جاد الكريم عليها؟
كانوا ينظرون إليها والله قد ميزها وأعطاها وأخذ الله جل وعلا حباها وأعطاها فكانوا ينظرون إلى أخلاقها وتعاملها وحياتها ولباسها ودينها وكانوا يحاولون جاهلين يبعدوها عن زوجها فما استطاعوا فكانوا جلد أصحابها كانت بالمأكول وبالمشعوب والمدفون وبالمعقول والأباس والجن والشياطين وغير كثير والله تعالى جلاله وأمره أسلم لله عز وجل وخلق عطى لله تعالى والحمد لله رب العالمين كان في الجسد مأسول ويهود ونصارى كان في جسم الله يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر كان في جسم كان تعصب للصليب والصليب المقلوب واليهود وأسلموا لله عز وجل الحمد لله وكان في بدن جاء بالعين والعشق والحب منذ الصبا والصغر وأسلموا لله عز وجل وكان خدام الموروث أيضا فتحالفوا وتكالوا مع خدام الأسحار فكونوا جبهات وقوى كانت تدك كل أمر فيه بر وخير لها حتى يكون الشتات هو لها لكن الله سلم والحمد لله رب العالمين أسلمي لله عز وجل أيتها الجنية أيتها الشيطانة إن الإسلام دين فسيح ودين عظيم ودين بر ودين خير ودين سلم ودين سلام ودين أمن وأمان بفضل الله تعالى وعلم أن بالإسلام غفر الله لك يغفر الله ما مضى وما كان يغفر الله لك بهذا الإسلام هو دين الله القوي المتين العظيم الجميل الكامل به يغفر الله لك ما مضى من الذنوب والكبائر الآثام والفواحش فقوليها لله تعالى قد ظلمتها وآذيتها وعذبتها وأوهمتها وفرقتها وكنت قوية عليها وعلى بعدها على زوجها على أبنائها قوليها لله تعالى الذي جلاني الله القوي والذي أخرجني الله القوي والذي جعل من معي من قبلي يسلم لله والله الهادي سبحانه القوي فقوليها لله جل وعلا فوالله إنك في نفسك تعلمين علم اليقين من أنك أن هذه الأمة ما ظلمتك هل ما ظلمتك وما آذتك وما رأيت منها إلا الخير لكن مع ذلك كنت تؤذن طوال هذه السنين 30 سنة كل عذاب وما رأيت منها إلا الخير صابرة مكتسبة تقرأ القرآن تذكر ربها تحج وتعتمر ترجو تجمع شمل بيتها وزوجها وأبنائها تصبر على الآلام والأوجاع والجراحات والأسقام نعم وأنتم تعذبونها بالليل والنهار وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل وأنت كنت مختلفة في عقبة فخدة وهي لا تعلم بك وتقول حسبي الله ونعم الوكيل كانت تصلي وتقول حسبي الله ونعم الوكيل وأنت كنت مربوطة في الرجلين وعلى العين نعم ولقد قالها لها البارحة من أسلم قالها إنها مربوطة في الرجلين والعين صح لا قالها لها البارحة في الليل قالها مربوطة نعم قال هكذا رهطكم مربوط في الرجلين والعين صح لا الله أكبر وقال إذن بإذن الله تفك الأصحاب صح لا وقال تصبحون سعداء جميعكم إن شاء الله صح لا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يسعدون وقال هكذا في عقلي سمعت قولا كانوا على السنة الذهنية والفكرية صحبنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقال لقد جاءوا على الأخلاق أولا على حسن الخلق على حسن الخلق على حسن الخلق على حسن الخلق صحبنا على حسن الخلق جاءوا على حسن الخلق والله المستعان والله المستعان الحمد لله رب العالمين ح
حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فقولها لله كما قالها الملوك قبلك وقالها العاش قبلك والحيات قبلك. قولي لله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أعاهد الله أن أفك العقد والأسحار وأن أتعاون على البر والتقوى طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. اختاري اسما سمي نفسك بإذن الله جل وعلا. حورية بإذن الله. طيب كيف؟ حورية ماذا؟ في الجنة إن شاء الله بإذن الله. فسارع إلى الخيرات ففي كل الأسرار المتعلقة بها وبزوجها وبها وبأبنائها طاعة لله عز وجل. أنت كنت في الفخذ في عقبة بلباس المجنونة، أنت والمجنونة التي أسلمت لله وليست مجنونة بإذن الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم والفهم وأن يرزقنا الحكمة وأن يرزقنا البصيرة وأن يرزقنا حسن السداد وحسن الإصابة. ونسأل الله جل وعلا أن يكرمنا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يحفظ عقولنا وأفهامنا وأذهاننا وأن يجعلنا سبحانه بفضله ورحمته موفقين مباركين. اللهم اجعلنا مسددين ملهمين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا ذا الجلال والإكرام. اسمعي وعي واعلمي أن الله تعالى أحبك حينما اختارك إلى هذا الدين، والله الموفق وهو الهادي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نحن الآن بإذن الله تعالى بعدما فكت العقدة وأسلمت من كانت مجنونة ومن كانت وكنت أيضا أنت اليهودية أسلمت لدين الله تعالى حرية بإذن الله. فإن شاء الله جميعا الآن بإذن الله عز وجل نجعلها بإذن الله نقطة قوة وانطلاقة لنرجع إلى النقطة التي منها بدأنا، وهو ذاك الملك الذي كان يعقد على العقدة حتى لا تفك وكان يعقد عليها حتى لا تحل. فنذكره الآن بإذن الله أما فكت أما حلت. نذكرك وأنت تسمع في البدن كنت تعوض على هذه العقدة وتربط عليها بيدك وغضتك طوال الجلسة وتقول لا لا تفك لا تحل إنها عقوية وعظيمة بداخلها الأسرار. نعم لقد كانت بداخلها أسرار قوية وعظيمة، أسرار الجنون ولباس المجنونة والشلل والشتات والأسقام. فهدى الله تعالى من كانوا فيها إلى دين الإسلام والحمد لله رب العالمين. ذاك الحصن كنت بتحصن لقد دكه الله وبناه الله على قواعد متينة على أسس عظيمة مبني على الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. أيها الملك الكبير، أيها القائد في الرأس القوي الكبير، أنت الآن تسمع. تلك العقدة أما فكت أما حلت أما أبطلت أما أسلم جندها وخدامها طاعة لله تعالى. كنت لا ترضى أن تخبرنا بنوع العقدة وبسرها ومن فيها
وما أظهرتها فأبدا بل كنت تقبض عليه حتى تبقى. وأذكرك وأكرر، فمن فكها ومن حلها ومن أظهر ما فيها ومن أعان على ذلك إنه الله سبحانه وتعالى. سمعت ما قالت من كانت مجنونة، رد الله عقلها ورد عليها فهمها، أسلمت لله واعترفت بكل جهد وبكل ما صنعت. وكذلك من كانت يهودية، كانت كذلك عليها قوية، أسلمت لله واعترفت بكل ما جاءت به وأجرمت، والحمد لله الذي تاب عليهم جميعا. الحمد لله رب العالمين. وأنت الآن الكلام إليك، الكلام معك، أما تسمع؟ أما آن لك أن تعقل؟ أما آن لك أن تعلم أن كل من في البدن أسلموا لله جل وعلا؟ فمنهم من أصبح يساعدها حتى بالسماع الصوت تسمع صوته فيخبرها بإذن الله تعالى بالبشرى يبشرها، وآخر في البدن يشفيها ويكفيها بفضل الله عز وجل، وآخر بإذن الله تعالى يحيط بها بفضل الله تعالى حتى يوفقها لطاعة وعبادة بعدما كانوا كلهم في شرك وفي كفر. نعم، أما علمت هذا؟ وكلهم جميعا الآن بإذن الله تعالى يستمعون، يريدون أن يروا ذاك الكبير قد جاء إلى دين الله إلى الإسلام، يريدون بإذن الله قد جاء إلى دين الله إلى الإيمان والإحسان، يريدون أن يروك بفضل الله تعالى قويا في دين الله، فانصروا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أبيت فاعلم أننا جميعا يد واحدة، ويد الله مع الجماعة، فضرب الرقاب يقاتل. فإني أعينك طاعة لله تعالى، أنت الذي كان كبيرا منذ قديم عليها وعلى ابنتها وعلى الجن في أبنائها وعلى وفي بناتها أيضا، كنت قويا بكل الجنود وبكل الأسحار، فماذا بعد هذه العبدة إذن؟ نحن معك بإذن الله تعالى معي، اسمعني، أذكرك بإذن الله عز وجل، أنا أذكرك طاعة لله تعالى، أخشى عليك من الهالكة، أخشى عليك ربي. اعلم أننا أنظرنا وحضرنا ورغبنا وبينا، فإذا جاءك من يقاتل فاعلم أن القتال واجب، فرفع الظلم واجب. فوالله وبالله وتالله نرجو لك الجنة والنجاة، لكن إذا كنت أنت تصر إصرارا، وإذا كنت أنت لا تلو إسلاما وإيمانا، فمن الواجب أن نلقي عليك آيات وما يتجلى عليك. اسمع لي، لا تلو عليك، ما اسحقش، قلت لك ما اسحقش، اسلم لربك او اخرج. هذا الان احذرك، اسلم وهذا اجمل واكمل لك، او اخرج. كم سنه وانت فيها؟ سنين، مرت كانها يوم كانها ساعه، صح؟ تذكر اليوم الذي جئت الى هذه المراه المسكينه، سنين فايت، 30 عام وتتعذب، 30 سنة وأنت تأمر الجن بالبقاء في البدن، كل عيد حزن، في كل مناسبة أمراه، دون مناسبة في سائر الأيام تعذب وتعطل وتأتي بالمشاكل وبالفتن هنا وهناك وهكذا، إلا تكون فيها في الزوج أو في الأبناء، صح؟ المهم أن تبقى هذه الأمة على هذه الشاكلة تعذب المسكينة. انظر حتى نصل إليك، كم قطعنا من أشواط، كم من جني وكم من شيطان، كم من ملك، كم من خادم، كم من حية، كم من حاسدة، كم من خادم، كم من شيطان، واحد يمني وانت تختبئ تقول اليوم سوف ننتهي اليوم خلاص، وأنت مختبئ، آخر شيء تمسك بالعقدة تظهر فيها سحر الجنون، وأنت الآن وحيدا في البدن. سأبقى طيب. أنا سأبقى لوحيد في البدن. سأبقى لوحيد. وش كاين؟ مسكين أنت. أنا مش مسكين، أنا القوي.
قال قبلك كثير. أنا أقوى منهم جميعهم. المهم أخبياء. أخبياء. أوكي قالوا نفس الشيء نفس الكلمات. الواحد كان يعرف سواء أنه هو الأقوى والأجدر بالبقاء والحق بالبقاء، ولكن الله تعالى يهدي من يشاء فهداهم الله تعالى. وكنت دائما أنت تتستر وتختفي داخلها للبقاء، لكن لماذا لم تبقى مختبئ؟ لماذا ظهرت؟ لتعلم أن كل شيء عند الله بقدر، من الله بقدر. الحمد لله رب العالمين، كل شيء بقدر. ولهذا أنا أعظك وأعيدك إن لم تسلم فسترى بأسا وشدة ونزالا وقتالا. خليني أنظرتك. أنا أحذرك. لا أكلمك، لا أكلمك أبدا. أنا أنظرتك وأحذرك أبدا 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 أبدا. عفون. وختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مفهوم. فأسأل الله جل وعلا إن كان فيك خيرا أن يعجل بتوبتك وهدايتك ورفعتك وعزتك في الإسلام. لا أظن، لا أظن، لا أظن، لا أظن ذلك، لا أظن. ما تحاولش، ما تحاولش، ما تحاولش. وخداع. ما تحاولش معي. فأسأل الله تعالى أن يعجل بهلاكك وموتك. لن أموت أنا، أنا القضية. طيب، كل نفس ذائقة الموت. لن أموت. أنا أحذرك. أنا أحذرك. قلت لك لن أموت. قبل الموت. أنا الباقي. قبل الآن. أنا الباقي. أنت الباقي. الباقي. اسمع اسمع. أنا لا أموت، أنا الباقي. حتى تموت. حتى تموت. شو الحق؟ الحق اللي عنده الله. الحق الذي يحمله عليه قال أنا بقي حتى تموت، لابد أن تموت هي قبلي. كي تموت ماشي مشكلة. المهم وديها مهمتي. لابد أن تحيا في الذلة وأعذبها وتموت قبلي. أنت كيف يحمل الحق عليها؟ الله المستعان. طيب، كل نفس ذائقة الموت. طيب، إذا تعلم أنك ميت؟ أعلم ذلك، أعلم كل شيء. سؤالي. هل تعلم متى يأتيك الأجل؟ لا لا لا، أبدو. مزيان. هل تعلم متى يأتيك الأجل؟ الحكم عند الله. مزيان. وماذا قدمت؟ وماذا قدمت؟ وماذا قدمت؟ كل شر. كل شر. وهل ينفعك عند الله؟ وهل ينفعك عند الله؟ أقدم الخير الآن، من يمنعك الآن؟ بينك وبين الخير كلمة. لا مخلوق هكذا، مخلوق هكذا، وسأبقى هكذا. أنا مخلوق هكذا، أي مخلوق للشر وسأبقى هكذا. هذا كلام كل أبالس، كل أبالس نفس كلام، كل أبالس نفس السيناريو، نفس الكلام، نفس المعتقد. كل دي ترى في هذه السيرة، ترى في عدة دسوة، وفي كل الرجال لا من اللي يسعر الكبير نفس الكلام. خرجوني من الدرج، خرجوني من الدرج، البلاد خرجوني. كفى خرجوني. ضالمين احنا، ضالمين ضالمين، خرجينا من الدرج، احنا ما مزيانينش، ضالمينو دينو في الدرج. كي ولد مسكين، هو ما ظلمش لي أكثر من 30 عام، كيعذبها ويمرضها وأسكنها الجن ومختبئ وراءهم ودلها الشتات بتشويه والجراحة ومحقها، هو ما ظلمش، هو غير خدام حين يؤدي المهمة. أنا هذا عملي، أنا هذا عملي، أقبل عليه. إيش كدير؟ أعطيني دراهم. كنقبض عليه. أعطيني دراهم. هذا عملي وأجر عليه. أنا ماشي بيعطيني دراهم، كيما الناس كل. نعم. كيما الناس. نعم، وخدام خدام بالدراهم. اسمع جيدا، بمعنى أن يقول لك أنا أؤدي مهمة لا تناقشني في هذا، فتكلم مع من عصروني، أنا لابد أن أمجد المهمة. خلاص، وشنو هي المهمة؟ المهمة هي القضاء عليها وعلى عائلتها. القضاء عليها وعلى عائلتها جميعا. أنا قوي، أنا القاهر، أنا لا أموت، حتى موتي فلابد أن أقضي عليها وعلى عائلتها جميعا. مفهوم؟
ماذا يصنعون بالناس. ولهذا ربي قال ومن شر النفاثات عقدة واحدة في الجسد كان يختبي يحتمي ويتقوى بهذا الشيطان. هذا الشيطان للشلل وللجنون وللعمى ولكل شيء خبيث في هذه الدنيا. نعم. طيب الله المستعان. طيب رسالتي لازم توجه لك رسالة بإذن الله جل وعلا. طريقه انت روح منه انا روح منه، كل واحد يحكم طريقه. خليني اوف. انا والله العظيم بغي الخير. بس والله العظيم بغي الخير. بس تسمعني؟ خليني انا بغي لك الخير. اسمعني جيدا، فانت الان البرد ما قضيتيش عليه، ولا عملك البرد والتعذيب والرقيه وايه القتال فلا تولي. فأنا أعظك وأنصحك طاعة لله. إذا أنا أختم معك بكلمة حق. فكر ماليا، عندك فرصة إن شاء الله من اليوم بإذن الله إلى الغد، وتعود علي بإذن الله. إما أنك تقول لي جئت مسالما، قلت مرحبا، أعظك معظما من قبل، وتصلح ما أفسدت وتخرج بإذن الله، أو قل لي لا ونعد العدة لقتالك وحينها ترى ما يسوءك. خلاص وأكون قويا حينها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.